صباح الخير، كيفكم شباب؟ انا اخوكم فراس. كثير من الشباب بعثوا لي رسائل وطلبوا مني طريقة العجينة البيتزا يلي انا بسويها. انا راح اورجيكم اياها، بس في كم شغلة مهمة لازم تعرفوها اخواتي الشباب. البيتزا يلي انا بسويها هي نابولي ستايل، يعني لها طرق محددة. اول شي ما بنفرد على الشوبك، نفرد بايدنا. ثاني شغلة بدك فرن حطب، يعني تقريبا مثل هذا اللي وراي، وعلى الحطب يعني، ويعطيك درجة حرارة نار عالية. يعني هاي العجينة لحتى تنفش النفشة بالفرن، أنا طالع الحرارة يعني بين 400 و450 أقل شيء، لحتى تعطيها النفشة الحلوة. ونفشتها الحلوة بتعطيها خفة وطعمتها خفيفة كتير على المعدة. أنا عندي هون 600 جرام مي باردة و 3300 جرام مي باردة، يعني 3 كيلو 300 جرام، و 180 جرام ملح، و 18 جرام خميرة نية. أنا بستعمل الخميرة النية، على الأكيد كلكم بتعرفوها. وهي الطحين، عندي 6 كيلو طحين. رح أرجع أعيدهم، 600 جرام مي باردة، 3 كيلو 300 جرام مي باردة، و 180 ملح، 18 جرام خميرة نية، و 6 كيلو طحين. كل كيلو طحين بين 2 و 4 جرام خميرة نية، و 30 جرام ملح، و 550 مي، وزائد 100 مي. رح ورجيكم كيف الطريقة. هاي هي العجانة اللي أنا بشتغل عليها، في كذا نوع عجانات، يعني هاي العجانة حلزونية، وشغلة تانية بدها يكون إلها سرعة، يعني أنا هاي إلها سرعتين. إذا ما كان لها سرعتين يعني شوي صعب ليطلع هذا الستايل اللي أنا بسويه. هلا بجيب أنا الثلاثة كيلو 300 جرام مي، بنزلهم شوي شوي. شايفين شو عم حوالي دقيقتين. شوي شوي بدي احاول انزلهم بحيث انها تتجمع وتصير يعني عجينه. انا هون لساتني على السرعه البطيئه. هون بس بلشت تلملم شوي، بزود السرعة. خلصوا الميات كلهم. هاي في الواحد بده يدير باله انه ما يضل طحين بالموضوع، شايفين الاطراف؟ هذا الاطراف، هذا طحين لحتى يخلص. اوقات بتكون نسبة الطحين قليلة شوي، فهون بوقفها بحاول جمع هذا الطحين سوا مع العجنة، طالعه بقلبه. برجع بسكر. شايفين شلون كثرت العجينة؟ صارت بهالمرحلة. هلا هون انا بجيب شاشة مبلولة وبريحها ساعة بالضبط. شايفين كيف؟ هاي الشاشة مبلولة، بخليها تريح مشان ما نشف ساعة بالضبط، وبعد بساعة برجع بوريكم المرحلة الثانية. هلا رح نبلش بالمرحلة الثانية. شايفين العجينة؟ رح اورجيكم اول شيء العجينة شلون صارت بعد بساعة كامشت مع بعضها، بدأت شوي تتجانس مع بعضها. هلا ببلش وبصير برجع بنزل بالمي شوي شوي، بنزل الخميرة كمان، بفرطها وبنزلها، بدي نزلهم بنفس الوقت تقريبا. يعني هون بضلني بهالمرحلة حوالي دقيقتين. Thank you.
ينزل الدفع والدخن ينزل شوي شوي بالعجين. قام ماري علي انا شي دقيقتين شوف شلون بلشت الجامعة. نجرب نزل المي شوي شوي هي والخميرة. انا زود السرعة، هاي السرعة بدها تضل اقل شي 5 دقايق. بنزل دمي عم بنزل شوي شوي. بلشت تلمت معي وانا عم بعين صار مري علي حوالي 6 دقايق. هون بس بلشت تلملم نزل عليها كمان الملح شوي 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 حتى يخلص من الملحات كله. هون بدي ارجع بعد ما نزلت الملحات استنى عليها حوالي 2 دقايق. هون بدي ارفع درجة حرارة العجينة، بدي اوصلها ما بين 21 و23. هلا بنزل الميزان، وصلت تقريبا ل 23. شوف العجينة شلون تراوي هيك، ما يكون فيها وقت تسحبها هيك ما تقطع معكم، بس تقطع ما مزبوط العجينة. شايف شلون مدموجة كلها، الجلوتين تبعها كله مدموج والبروتين، شايفين الجلوتين كله متدامج مع بعضه. هلا طالع العجين جلاب. قابلها كافي وحدة بنزلها على علبة يكون في زيت نزيتها من تحت. بنزل العلبة هيك برجع بزيت. عشان تفتح العجينة، وهون بريح العجينة أقل شيء 12 ساعة أو 10 ساعات. يعني المساء بالليل أنا قبل ما أروح على البيت سويتها، ثاني يوم الصبح برجع بكورها وتكون جاهزة للاستعمال، ووقت الاستعمال برجع بصور لكم فيديو. خليها هيك لدرجة حرارة البراد ما بين 3 و4 لمدة 12 ساعة أقل شيء. يعني اليوم مثل ما قلت، اليوم من الليل قبل ما أخلص شغل أطلب البراد، ثاني يوم الصبح طالعها وبرجيكم وقت طالعها كيف بتصير استعمالها. السلام عليكم.